انا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب المقهى. اهلا بيك يا كابتن وائل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا كابتن هيثم يا باشمهندس يا جميل يا حبيبي؟ وحشني جدا زي يا كابتن وائل والله. انت وحشني والله. انت عارف انت معزتك عندي من الصفات الجميله الواحد يعني بيحترمها وبيقدرها. ربنا يخليك يا كابتن وائل، حضرتك يعني اضافه كبيره واسم كبير وبنتشرف بيك، ويمكن محمد معانا في الاستوديو وقال قد ايه كان وقفتك جنبه وقد ايه انت كنت لا مساعده. لا محمد يعني ميشو يعني الاسم المفضل عنده حبيبي، يعني مش الشخصيات المقربه، حد محترم جدا صراحه، يعني بطل وسلوكياته بطل، حتى سلوكياته الرياضيه وسلوكياته الشخصيه انا بفتخر بيه وبفتخر بيه ان هو موجود في النادي الاهلي واحنا على طول في ظهره. ويمكن بقى لينا مواقف كتير هو بقى يبقى يحكيها لك في الانترو، ما ينفعش احكي لك على الهوا. لا خليه يحكي لي، اخليه يحكي لك يا كابتن. طيب يعني محمد بيستعد دلوقتي، عنده سبق بكره ان شاء الله بطوله القاهره على ما قال لنا، وعنده كم سبق ورا بعض، 5 سباقات تقريبا، يعني شايف ارقامه ان شاء الله مطمئنه يا كابتن وائل ولا لا؟ لا انا بص انا ان شاء الله بمشيئه الله، هو كان وعدني طبعا ما حلفوش الحظ الفتره اللي فاتت في الاولمبياد اللي فاتت، بس على فاكشن زي ما احنا بنقول على اعشار، يعني هو وعدني ان شاء الله الاولمبياد الجاي هيجيب لي ميداليه، واحنا ان شاء الله لغايه الاولمبياد اللي جايه احنا ايدينا في ظهره زي ما بنقول. عارف النادي الاهلي يعني الابطال اللي زي ميشو ما بيسيبهمش طبعا يا كابتن، ويمكن احنا لينا دور كبير قوي في التعامل معاه، وازاي هو انا كنت بحاول ان انا ان شاء الله اشوف لهم سبونسر الفتره اللي فاتت، يمكن هو كان الفتره اللي فاتت كان عنده شويه حاجات في امريكا فكان بعيد عننا شويه، الفتره دي هو في تقارب قوي جدا بين جهاز العاب الماء وجهاز السباحه وميشو، وهو وعدني ان هو ان شاء الله بمشيئه الله الفتره اللي جايه دي هيجيب ميداليات في كل البطولات. احنا ما بنتكلمش على المحليه، احنا بنبص على الحاجات الدوليه، لان احنا النهارده بنعد بطل يعمل ميداليه ان شاء الله في الاولمبياد، فاحنا ان شاء الله بمشيئه الله مستنيين كتير قوي من ميشو. طب قول لي يا كابتن، يعني شايف بطوله افريقيا دي، يعني بطوله افريقيا اللي جايه، بطوله المنطقه دي اعداد كويس ليه ولا كان محتاج مثلا يشارك في سباق بره؟ لا هو بص احنا يمكن انت عارف حضرتك موضوع الكورونا ده اتاخر كتير قوي، يمكن هو مشوا ما اعرفش حكى لك بقى، احنا كان جه مره بطوله القاهره واحنا سافرنا المانيا، كان هو علي خلاص الله صحيح شفنا الصور واحنا كناش بنتاخر عليهم. انت عارف حضرتك فتره الكورونا دي اخرتنا جامد قوي في ان احنا نعد ابطالنا في المعسكرات، احنا كنا على طول عندنا معسكر في بلغاريا عندنا، بس ان شاء الله بمشيئه الله في الفتره اللي جايه هنرجع تاني ان شاء الله، بس يعني زي ما بيقولوا جائحه الكورونا دي ان شاء الله تختفي من العالم والدنيا تمشي. يمكن هو مشوا للاسف الكورونا اثرت معاه جامد قوي، صحيح ان هو قعد فتره طويله ما اتمرنش، يمكن اخرت الاعشار دي، يعني انا من الناس اللي مشفق عليها لان هو انا اللي عارفه ان هو 50 عشر او 30 عشر او حاجه كده اللي ما وصلتوش الاولمبياد. صحيح يا كابتن. طب باقي السباحين يا كابتن، يعني برضو لازم نلقي الضوء عليهم. احنا عندنا بص يا فندم، احنا عندنا السباحين اللي هم بيقولوا الفيجرز اللي هم علي خلف الله، وتعرف علي خلف الله كان في الاولمبياد اللي فاتت، علي ان شاء الله ماشي كويس وانا برضو احنا متابعينه، احمد اكرم بيعوم وان شاء الله بمشيئه الله هيرجع زي الاول واحسن، عندنا هانيا مورو يعني الفترة دي ان شاء الله في الاعداد وماشيه، اريدي هو اللي موجود هناك في امريكا، واحنا بص حضرتك احنا بنطلع طبعا جيل جديد ان شاء الله يكمل بعد ميشو الجيل اللي موجود، الجيل القديم طبعا هم دول الاساس، احنا عندنا تارجت ان احنا نوصل عدد كبير قوي من سباحين النادي الاهلي في الاولمبياد ان شاء الله خريف 2024 ان شاء الله. يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني في قناه الاهلي يا كابتن، يعني مداخلاتك دايما بتبقى ليها طعم تاني يا كابتن وائل، بشكرك شكرا جزيلا.